بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبناء الطلاب داخل منصة مدارس العبير الأهلية للمرحلة العليا مع الصف الرابع الابتدائي مع مادة الرياضيات. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع درس جديد من دروس الفصل الثامن، الدرس السادس، بعنوان تمثيل النقاط على خط الأعداد. تمثيل النقاط على خط الأعداد. فكرة درس اليوم يا شباب هي أن أمثل النقاط على خط الأعداد. فكرة درس اليوم أمثل النقاط على خط الأعداد. طيب، المفردات اللي هي هتقابلني اليوم كلمتين جداد علينا. عندي خط الأعداد، دي مفرد جديد معانا، وعندي كلمة النقطة. تمام، ده مفردين عايزين نعرفهم اليوم مع درس اليوم اللي هو فكرة تمثيل النقاط على خط الأعداد. طيب، نبدأ مع استعد كده في الدرس إن شاء الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معنا استعد نقرأ مع بعضين. يلا شباب كده، السؤال بيقول يوضحوا الخط الزمني الآتي الأسابيع الستة التي قضاها محمد بصحبة أسرته في بعض مدن المملكة. أين كان محمد في الأسبوع الخامس؟ يعني محمد عمل خط أعداد زي ما أنت شايف كده. طيب، عايز أشرح بس أنا إيه هو خط الأعداد يا شباب. خط الأعداد ده هو عبارة عن خط يتم تمثيل فيه الأعداد زي ما أنت شايف، 1 2 3 4 5، وزي ما أنت شايف عبارة عن فترات متساوية. يعني ده التدريج، ده اللي بين 1 و2 كل مرة بيزود واحد بيزود واحد. يبقى إذن ده لازم تكون الفترات اللي بين العدد الأول والعدد الثاني نفس الفترة بين الثاني والثالث، نفس الفترة بين الثالث والرابع، نفسها هي. ده خط الأعداد، ويتم تمثيل كل رقم زي ما أنت شايف بحرف من الحروف الأبجدية، ألف باء جيم دال هاء واو، زي ما أنت شايف كده. طيب، احنا عندنا هنا ادي 1 2 3، الاسبوع الرابع، الاسبوع الخامس، الاسبوع السادس. يا ترى محمد في الاسبوع الخامس كان فين؟ طب كيف اعرف؟ تعال نروح جهة اليسار كده، معطيني جدول اللي هو المفتاح اللي انا هتكلم فيه. الف اللي هي مدينة الخبر، جيم اللي هي مكة المكرمة، هاء اللي هي الباحة. برافو عليكم. طيب، الاسبوع الخامس عند اي حرف عندي؟ عند هاء. يبقى إذا لو رحنا للجدول كده، يبقى محمد كان فين في الأسبوع الخامس؟ كان في مدينة الباحة. طيب، إحنا الوقت يا شباب لازم نعرف حاجة، إن خط الأعداد اللي هيبقى قدامي دايما عبارة عن فترة تدريج ثابتة، مسافات هنا ثابتة لا تتغير. علشان أكتشف أي عدد هنا أو أي رقم هنا مجهول، لازم تعرف في الأول فترة التدريج كام، يعني هو ماشي كل مرة كام. طبعا خط الأعداد مو ثابت، 1 2 3، ممكن مرة يضيف فترة 1، ممكن يضيف 2، ممكن يضيف 3، يعني فترة التدريج هتختلف على حسب ايه؟ على حسب السؤال. تعال نشوف مع بعضينا مثال رقم 2 في كتاب الطالب. السؤال طبعا هنا يعتمد تحت عنوان تسمية النقاط التي تمثل عددا على خط الأعداد. يعني انت هتمثلي بس النقطة، تقولي النقطة اللي هي مين. طيب، عندنا خط أعداد زي ما أنت شايف، عايز يعرف النقطة اللي هي تمثل عدد كام؟ 70. طب فين 70 هنا؟ مو موجودة. علشان أعرف مكان 70، أنا مكانها هنا هيكون عند الباء ولا عند الألف؟ لازم في الأول أعرف فترة التدريج، يعني هو كل مرة بيضيف كام. لو أنت خدت بالك بدأ ب55، بعدها إداني كام؟ 60. برافو عليكم. يعني فترة التدريج كام؟ يعني هو بيضيف كام هنا؟ بيضيف 5. أحسنتم. يبقى أنا لو حبيت أعرف العدد اللي بعد 60، لو ضفنا 5 هيصير كام؟ برافو عليكم، 65. طيب، عشان نجيب اللي بعديها يبقى هنضيف 5 يصير كام؟ 70. يبقى إذن العدد 70 بيكون عند الرمز مين؟ يقع عند النقطة ألف. يقع عند النقطة مين؟ ألف. ودي إجابة السؤال. يبقى أنا إذن ببساطة شديدة جدا، عشان أقدر أعرف العدد موجود عند أي رمز من دول، عند ألف ولا باء، لازم في الأول أكتشف فترة التدريج. لازم أكتشف فترة التدريج. لو أنت عرفتها هتزودها كل مرة وهتمشي بيها وتقدر تحل السؤال. طب يلا بينا مع سؤال تاني كده ونشوف هنحله إزاي. طبعا المثال التاني ده عنوانه هو تحديد العدد بقى. المرة الماضية كنا بنحدد مين؟
الرمز. انا هنا عايز احدد العدد اللي هو عند النقطة ه، العدد هنا هيكون كام؟ طيب تعال نبدأ مع خط الأعداد من البداية. خط الأعداد بدأ بكام يا شباب؟ بدأ ب3500. إيه ده رقم كبير جدا، بس سؤال سهل ما تقلق إن شاء الله. 3500 بعديها ها 4500 تمام، بعديها 5500. طب أقدر أعرف فترة التدريج هنا؟ طول الفترة دي كام؟ يعني هو بيضيف كام هنا؟ 3500 صارت 4500، يبقى الفترة عبارة عن 1000. برافو عليكم، طول الفترة ب1000. يبقى أنا لو وصلت عند 5500 دي وعشان أجيب اللي بعدها هضيف 1000 عليها، ال 5500 هتصير كام؟ أحسنتم، هتصير 6500، وهو ده العدد اللي عند النقطة مين؟ هاء. يبقى إذن أنا عشان أكتشف العدد بطريقة سهلة جدا لازم أعرف طول فترة التدريج، لازم أعرف هو بيضيف كام كل مرة. هتلاقيها سهلة جدا وبسيطة معانا، فبالتالي أقدر أكتشف أي عدد بيمشي معانا. فهمنا يا شباب الطريقة؟ طريقة سهلة وبسيطة ومبسطة في هذا الدرس. طيب تعال نروح نتأكد معايا، افتح معايا يلا كتاب الطالب كده على الدرس، وعندنا نتأكد من فهمنا كده مع بعضينا. وسؤالنا الأول بيقول: ما النقطة التي تمثل العدد المعطى على خط الأعداد؟ عندي هنا النقطة كام؟ عندي 96. يا ترى 96 دي موجودة عند النقطة ألف ولا عند النقطة باء؟ فكر كده معايا، عند ألف ولا عند باء؟ واحد يرد عليه يقول: يا أستاذ أنا عشان أعرف مكانها لازم أعرف فترة التدريج دي كام. أحسنتم، هو بدأ ب78، راح عند كام الحين؟ 84. بعض الطلاب بيستعجل وتلاقيه يقول لك ألف يقول لك باء. ما تستعجل، افهم السؤال وبعدين ابدأ حل. انت الحين عندك البدأ من 78 صار 84، بسرعة كده تقدر تعرف لي هو ضاف كام فترة التدريج؟ 78 صارت 84. برافو عليك، 6 يا أستاذ. 78 لو ضفنا عليها 6 يديني 84. طب تعال نتأكد من حلي. هل 84 لو انت ضفت عليها 6 يديك 90؟ نعم صحيح، برافو عليكم. طب ال 90 لو ضفنا عليها 6 تديني كام؟ برافو عليكم، 96. يبقى هي مكانها عند النقطة مين؟ ألف. يبقى إجابة السؤال عندي بتكون مين؟ بتكون ألف. شايف اهي ألف بانت قدامك باللون الأحمر. يلا نروح عند السؤال الثاني. معانا 767، عايز يعرف مني هي مكانها عند الألف ولا عند الباء؟ طب انا عشان اعرف عند الالف ولا عند الباء لازم اعرف ايه في الاول؟ احسنتم، لازم اعرف طول فترة التدريج. بدأ معايا ب759. ايه ده رقم كبير يا استاذ، بس الحل سهل ما تقلقش ان شاء الله. بدأ ب759 وانتقل الى العدد اللي بعديها اللي هي 763. طب 700 ثابتة ما عنديش مشاكل. طب 59 صارت 63. تعال نعد على بعضينا كده، عدينا كده 59 ها 60 61 62 63. يبقى ضاف كام؟ احسنتم، ضاف 4 يا استاذ. طيب يلا مع بعضين احنا نضيف 4 على ال 63 ونشوف. ادي ال 63 اهي، ضيف لي 4، 63 تبقى كام؟ 64، بعديها 65، بعديها 66، بعديها 67. يبقى العدد اللي هيجي هنا هيبقى مين؟ 767، وهو اللي طالبه مني. يبقى اذا ده موجود عند النقطة برضو مين؟ ألف. يلا يا شباب مع بعضينا ننتقل لطريقة الأخرى للسؤال. أنا هنا كان بيديني العدد وطالب الرمز، لا أنا هنا يديني الرمز وطالب مين؟ العدد. بنفس الطريقة لو أنت اكتشفت النمط أو اكتشفت فترة التدريج اللي عطاها لك بتقدر تعرف إجابة السؤال بسهولة جدا. خط الأعداد اللي قدامك بدأ بالسؤال كام؟ عفوا، بدأ ب95800 تمام. طيب بعديها انتقل ل96000 ثم 96200. سهلة، ايه رأيك؟ ها ال 95800 صارت 96000. طب 96200 لو كانت دي صعبة، طب دي سهلة قدامك. 96000 صارت 96200، يبقى هو زود كام؟ برافو عليكم، طول فترة التدريج صارت 200. يبقى أنا لما أجي عند العدد ده عشان أنتقل عند اللي بعديه، بس خد بالك إحنا بنسيب واحد،
لو انت عايز تمشيها كل مرة برقم مفيش مشاكل، يعني هنا 800 وهنا كام؟ 96,000. يبقى انت عشان تجيب ده، تمام، برافو عليك، هيبقى 900. هنا عندي 100، هنا عندي 200، هنا هيبقى 300، هنا هيبقى كام عندي؟ 400. يعني معنى كده العدد اللي عندها هيبقى 96,000 وكام؟ و400. طيب تعال نشوف السؤال رقم 4. معانا هنا 253 او 253,000، بعدين 255,000. طب انا تعال نشوف فترة التدريج دي كام. 253,000 لو جينا بعديها يبقى 200 كام؟ برافو عليكم، 54,000. طب هنا 255,000. طب هنا 256,000. طب هنا اللي احنا عايزينها 257,000. احسنتم يا شباب. سؤال كده نظري معانا مكتوب، بيقول لي اذا كان طول فترة التدريج باربع وحدات، يعني هو كل مرة بيضيف اربع شباب، العدد التي ياتي على يسار 32، يعني ال 32 دي اللي في الصورة قدامك شايفها، ال 32 دي العدد اللي يجي على يسارها. معايا يا شباب؟ العدد اللي هيجي على يسار ال 32 دي شايفينها؟ طيب اللي هيجي على يسارها هنا هيبقى مين؟ يسارها يبقى انا هرجع لورا كده. طب هرجع كام الفترة؟ ما هو بيقول لي الفترة اربع وحدات، يبقى انا هرجع قبل ال 32 اربع وحدات، يعني نقص اربع وحدات من ال 32 يعطيني كام؟ 28. برافو عليكم. بذلك نكون انتهينا من درس اليوم اللي هو تمثيل النقاط على خط الاعداد. ما تنسوش، منتظر منكم الواجبات على موقع المدارس، مدارس العبير الأهلية. واجب اليوم بيكون صفحة 60، بتحللي السؤال 5 و6 و7 في كتاب الطالب. أحسنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.